75 درهم مغربية، واش تقدر دير لك في الجزائر؟ هذا الشيء اللي نشوفوه مع واحد مغربي اللي في الجزائر. تفرجوا في الفيديو حتى النهاية. هو انت حياتي لكم، تبارك الله عليكم. عندي 150 دينار ثمن عمل يوم واحد في الجزائر، لي جورني واحد ما عندوش ميتي، ماشي صناعي. الا خدمتي غادي تخدم 150 الف جزائري، اللي هي 1000 دينار و500 دينار. هذه هاد البركه، هذه عمل يوم في الجزائر واحد ما عندوش ميتي، ما كيعرف يدير والو، يعرف غير يخلط ولا يمد ولا سيرفيس. 1500 دينار، غادي نشوفوا هاد 1500 دينار شنو نقدروا نشريو بها في الجزائر للاستفاده اخوتي. اوكي، غادي نحاول. المهم انا غادي نحاول نخسر هاد 150 الف، ولكن غادي نركز على الامور الاساسيه. الامور الاساسيه اللي معروفه، يعني مثلا السكر، الزيت، نشريو خاي. المهم ماشي خوتي، باش نحرقكمش المراحل، المراحل قلت لكم، باش نحرقكمش المراحل، خليكم لاخر الفيديو. وغادي نشوفوا هاد البركه هادي شحال تقدر تشري لنا وشنو تقدر تشري لنا. السلام عليكم، خليكم معنا. اركبوا الميكرو ديالنا مع سيدي، داكشي هو هذاك، سماك عاد جنب طابيون. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اخوان 150 الف اللي هي 1500 دينار اللي هي صرفناها، كتعطينا 75 درهم، شنو نشريو بها؟ هذه هي البركه اللي شرينا اصدقاء، هذه هي البركه اللي شريت. دوك نوضح لكم اصدقاء بشويه، يعني دوكا دوكا تبعوا معايا الفيديو الاخر اللي غادي عليكم للاستفاده فقط. اوكي خوتي، اول حاجه غادي نبداو بها، مولا نركز على المواد الغذائيه اصدقائي، بعد نتكلم على الامور الاخرى. نبداو الحليب، هذا الحليب اخوتي ماشي مدعم، هذا على دور العام، يعني ديما موجود، هذا ما مدعم، شركة دير لورما ما اخوتي، سمحوا لي انا ما كن نسبق لي قلت لكم ما كنتحاسبش في الحانوت، كنقول له عطيني عطيني عطيني، من بعد كنقول له شحال جاتني كنخلصو. المهم انا هنايا هادشي كامل 150 الف، هذا نورمالمون 12000، اللي هي 12000 كتعطيك 120 دينار 6 دراهم، كذلك هذا كنظن 12000 120 دينار 6 دراهم، هذا البن صومال. عندنا الاخوان عم سيدي الزيت، الزيت هذا مدعم من طرف الدولة، هذا البيدو فيه جوج لترو كيدير ب 26000 اللي هي 13 درهم. هذا الاخوان نورمالمون 10000 ولا 11000، 5 درهم 6 درهم، كذلك هذا 10000 11000، كان كيدير بنات 100 راه زادوا فيه شويه. المهم اخوتي بزاف ديال الامور زادت فيها، الشرف في العالم اخوتي. المهم هذه واحد 6 درهم 6 درهم ونص، 11000 12000. كذلك هذا، هذا كنظن اخوتي بواحد 16 ولا 17000، هذه الزبده صول، هذه ميلساك تقريبا درهم. هذا اخوتي جبته باش نخدم به سايكوك. اخوان هذا اللي ما يعرفوش سايكوك، هذا راه طعام ديال الشعير، هذا كيتفور وكنخلطوه باللبن. هذه واحد الاكله اخوتي مغربيه معروفه شعبيه، كتباع في الشوارع المغربيه بالخصوص في الصيف، كنخلطو هذا يكون مفور كنخلطوه مع اللبن، كيعطينا اكله سميتها سايكوك. ان شاء الله الا كتب الله ندير لخوتي شي وصفه عليها، راه ممتازه اخوتي بخصوص الصيف وصحي مزيان. هنا اخوتي جبت اللبن ديال الشكاره، يعني بغيت باش نوضح لكم علاش، يعني علاش شنو هو الفرق ما بين اللبن ديال الشكاره واللبن اللي بالقرعه، شنو هو الفرق ما بين الحليب ديال الشكاره والفرق والحليب اللي مبلع. غادي نوضح لكم، على ما كنظن اخوتي الحليب اللبن هذا كيكون مدعم من طرف الدوله، هذا اللي كيكون ديال الشكاره. المهم هذا قال لي من الممتاز، هذا شي 9000 اخوتي، كنظن هذا ماشي مدعم. المهم هذه 9000 اللي هي 4 درهم ونص. هذا الاخوان سامبل 5000، هذا هو هذا مدعم، هذا شفتو بسامبل، وكنظن زادوا فيه واحد الوقت كنا كنشريو غير بطروامي. المهم هذا مدعم، هذا كاين طروامي، هذا جا خليته في الجزائر طروامي، وهذا الفيديو قديم، يعني كيكون هذا هو اللي كيكون عليه، يعني الناس عليه الطلب. وهذا الاصدقاء على ما لاحظت انايا، انا الصراحه ما كنشريش بزاف، علاش؟ لانني ما كنشربش الحليب بزاف، يعني كتعرفوا ان حنا المغاربه كنشربوا اتاي، معروفين بالاتاي. هذا فاش كتخليه واحد يومين ثلاث ايام كيخسر دغيا، مش عكس هذا الكونتي، هذا ما كيخسرش دغيا، هذا كيطول باش يخسر. هذا اللي يقول لك يعني كيتشري هو مامو في نهاره. الاخوان الجزائريين اللي كيشربوا الحليب بزاف هنايا
كي كيشريوه كيف نهار كيمشي ما كيطورش. وانا ما كنشربش حليب بزاف، شريته شحال من مره وخسر لي، ولا كنعطيه للقطوط عندي كنشري لهم هذا وكنخوي لهم كيشربوا بالصحه والراحه. هذا دانون اخوتي من مزيان جنينه، هذا كيدير 2500 الحبه يعني جوج بسالمين اللي هي جوج درهم ونص، هادو جوج. عندنا هذا الدرهم ب 1000 لواحد، 1000 1000 10 دينار 10 دينار. هذه الاخوان بكاطمير شوكولا مينا. الماء الاخوان الجزائريين عندهم الماء رخيص بزاف، الماء في تاع المعدني تاع القراعي كاين. هذه بسباسه لان خديجه كان عندهم بزاف ديال الموديلات ديال الماء الله يبارك. هذه اخوتي يعني فاردو كتكون فيه 6 ديال القراعي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كيدير 22000 اللي هي 11 درهم. فاردو فيه 6 ديال القراعي بحال هادو كيدير 22000، كاين على حسب الشركات كاين داير 23000 24000 كاين، المهم كل شركة وكيفاش. المهم هاد بسباسة 22000 ولا 23000 كذلك. هاد لالا خديجة هادو خوتي بالحبة كدير 3000 5 في القهاوي كدير 4000 اللي هي 2 درهم قول 2 درهم تقريبا القراعي ديالهم. عندنا كذلك هادي هذا الجي اخوتي عصير افري، هذا ما شاء الله هذا في المذاق ديالو رائع. افري وكان عندهم رامي، هادو عواصر معروفين في الجزائر الله يبارك. هادي كديرهم مضروب ب 18000 اللي هي 18 قول تقريبا واحد 8 دراهم 9 دراهم مغربي. عندنا هادي اروا كدير ب 8000، هذا الكازوز بحال نقولوا المولاده ديالنا ها واي فان تاع بومس. هادو كدير 8000 نقص منها 4 دراهم. هذا تبارك الله تا هو هذا ياكو ما شاء الله محط واحد المذاق رائع، فيه بزاف ديال اللي يقول فريز بانان تفاح اللي بغيتي. هذا كيدير اخوتي لو مومو 12000 اللي هي 6 دراهم. هذه جبتها حتى هي شيواوا، هذه الزريعه اخوتي كدير ب 1000 الوحده 10 درهم. اخوان هنا شنو بغيت يعني اول حاجه نوضح لكم، هذا الشيء كامل صنع في الجزائر 100%، مواد غذائيه كلها من الجزائر يعني جزائري. هذه مع الملاحظه الاولى. والملاحظه الثانيه اخوتي اللي بغيت نوضح لكم، هذا الشيء كامل هذا ب 150000 اللي هي 75 درهم مغربيه. دروك الاخوان يوضحوا لنا. وبالنسبه لغلط في شي رقم اخوتي راني ما قصدتش، لانني انا ملي كنشري غلط غير في الحليب، هادشي كنقول الحليب غلط فيها انا متاكد بها. المهم هنا هذا الشيء كامل انا بغيت نخسر 150000 ما نخليش منها والو. وا جبنا شويه سقايط شويه من هذه الحليب والقراعي ديال الماء بالنسبه لهاد الامور تبارك الله غيضربوا. هذه الماء في الحوانت كيدير 4000 وفي القهوه كيدير 5000 الخضار 5000 الخضار اخوتي. باش ملاحظه نعطيها لكم في هذا المقطع، هذا الخضار على حسب ما سمعت وشفت منه، وهذه راه ما كاينش فرق كبير ما بين المغرب والجزائر في الخضار. مثلا البطاطا مثلا مطيشه البصله خيزو القرعه هاد الامور هادو ما كاينش شي فرق قليل بسيط جدا. اذا كان الفرق يكون ديال 100 دورو 10 دريال نقولوا درهم، ما كاينش شي فرق ما واضحش، ما كاينش فرق واضح يعني. الخضره راكم عارفين كتطلع وتهود على حسب الوفره، ملي كتكون كثيره الثمن ديالها كينقسم، كتكون ناقصه الثمن ديالها كيتزاد. نرجعوا للفواكه. الفواكه اخوتي هنايا كاين بعض الفواكه غاليين، مثلا البنان غالي شويه، التفاح غالي شويه، كذلك المهم الصوالح اللي فوقتهم يعني كيكونوا غاليين شي شويه هنا عكس المغرب. المغرب الفواكه رخيصة هذه راه معروفة. بالنسبة ل شنو بغيت نوضح لكم هذا الفيديو، ما بغيت نوضح لكم اخوتي كلشي يعني باش التوضيح يكون عام باش هكا الناس كاع تفهم الامور. اللحم كيدير ب 180 170 160 ماكسيموم، اللي هي صرفنا 180 كتعطيك نعم سيدي كتعطيك 90 درهم 80 درهم بحال المغرب 80 درهم باش كيدير. هذا اللحم. الحوت كيطلع ويهود، الحوت غالي على المغرب 30 40000 هذا نهضر على السردين 50 60 70 يوصل 100 لا دعوت تلقاه ب 60 بعد تلقاه ب 30 يعني ما محدودش. فهمتوني الاخوان احنا الحوت في المغرب كنظن اغلبيه الاوقات كيكون رخيص يعني كيوصل 20 درهم 30 ما يوصلش ديك الساعه 10 دراهم 10 دراهم 8 دراهم هادشي باش كيدير. هذا باش كلشي يكون واضح. بالنسبه شنو بقى لنا، وكذلك الدجاج هنا حاليا غالي شي شويه وصل 50 خطر 40 30 25
في المغرب على بالك. حنا في المغرب 20 درهم وفي الجزائر 25 درهم. اي حاجه باش ما يزيدش يقول بنادم 5 درهم زايده الجزائر. المهم نهضرت لكم على 150,000 شنو شرينا بها. وكذلك بغيت نوضح لكم شي امور باش ما يتسولنا، راني ديجا راني قلت لك بلا ما تسول. يعني الدجاجه قلنا توصل 50 30 40 ب 25 درهم 20 درهم من هذه. يعني هذه هي التجاره اخوتي راك تعطي. كذلك اللحم 180 160 150 170 صديق يعني 80 درهم 75 درهم. الحوت كذلك 30 40 50 100,000 90 صديق. شنو باقي لنا شنو باقي لنا ما ننساش خصنا نوضح كل شيء اخوتي. باقي لنا نعم سيدي نتكلموا على شنو هي شنو هي عرفتي تفكرنا في الشهر. واخوتي 150,000 انايا فاش كنت يعني ساكن عند الناس يعني كاري كانت في 3 شهور كتجيني 150,000 فيها الماء والضو والغاز. 150,000 120 خطره 100,000 كتجيني في 3 شهور. كيقول لي السيد اش جاتك 120 100,000 مره اذا جاتني غاليه كتجيني 150,000 ثمن الاخوان. بالنسبه للقرعه القرعه ديال الغاز هنايا كتعمر ب 25,000 في الديبو ديال ليسانس ب 20,000 اللي هي 10 درهم عند مول الحانوت كتعمر ب 12 درهم ونص. كلشي واضح الاخوان. هادي يا خوتي ولا كنت نسيت شي حاجه كنعتذر ولا غلطت في شي حاجه وضحوا لي الاخوان خليوا الراي ديالكم في التعليقات وربي يهديكم. وحنا خوتي وحباب هذا فقط للتوضيح الاصدقاء اللي كنت درت الفيديو راه داخل لكم مختطفات تكلمت على العمله ما بين المغرب والجزائر قال لك لا خصك تقول لنا شاد شري لك هذه العمله ما تبقاش تقول لنا علاش هذه طالعه وهذه طايحه. يعني وضحنا وانا وضحت لكم بعض الامور الاخوان. وبالنسبه للليسانس اخوتي هنا راه واصل 4500 سالمي اللي هي 2 درهم ونص 3 درهم 2 درهم ونص 3 درهم لتر. يعني انايا عندي الموطو كنعمر الموطو ديالي يعني بلان كنعمرها 25 25,000 اللي هي 12 درهم ونص راه تمشيني يعني تقدر تمشيني حتى 100 تبارك الله تقريبا انا ما حاسبهاش ولكن الله انا كنضرب لي ريسك يعني اللي كنعمر لها 25,000 25,000 هي 250 دينار اخوتي. اوكي تحياتي لكم ربي يحفظكم. انا البلان كنعمر اكثر من 50 درهم كثار. الى الملتقى ان شاء الله. تحياتي لكم ما تنساوش ديما المغرب تحيا الجزائر ربي يحفظكم. تحياتي بالنسبه للاخوان اللي في المغرب يفيدونا يقولوا لنا واش هنايا المعيشه في هذه المواد الغذائيه غاليه ولا في المغرب اللي غاليه شويه يعني وضحوا لنا هكا نتناقشوا بعضنا. اوكي خوتي عزاز تحياتي ان شاء الله. الله يقوي الخير على جميع المسلمين اخوتي. امين. الله يقوي الخير على جميع المسلمين والله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه والعافيه طول العمر. الله يدومها. تحياتي. هذا محمد انسان ما شاء الله كيدير تا هو كيدير فيديوهات في الجزائر هذه مده ما بقاش كيدير لحقاش كيلقى انتقادات بزاف كينتقدوه كاملين كينتقدونا مي الا كنشوف هذا الفيديو كنقول له مزيد استمر صراحه عنده محتوى زوين. بالنسبه للحاجه الوحيده اللي غلط فيها هما زوج صوالح اللي انا متاكد بالاثمنه ديالهم تقريبا هادو كاملين كنت كنشريهم انا في الجزائر بصح نسيت داك الياغورت كنظ الله اعلم ما عرفتش يمكن ماركه اخرى كنت كنشريه 15,000 اللي هي 7 دراهم ونص. الماء كان غلط فيه قال 3500 ما بقاش الا كان هذا الفيديو قديم بزاف ما عرفتش المره الاخيره كان يدير 4000 وفي القهوه 3000. الحليب هذه متاكد منها بلي كان غلط فيها بزاف لان الحليب غير هذه المره انايا ملي كنت العام اللي فات كان 3000 ومازال 3000 وملي كنت شحال هذه في الجزائر كان يدير 2500 صاي. هذا ما كاين في هذا الفيديو الا عجبك الفيديو خليه لايك قول راه ديرك في الكومونتير تهلاو.